أنا الأوان يا صاحبي، نقفل ببان العداوة اللي بيننا ونفتح باب الود والمصلحة. خش في الموضوع يا عندر. ما هو اسم الله عليه هو داخل في الموضوع، بس انت اللي مش قاري العبارة. الجدع مدد لك ايده بالود، مد ايدك. مات الكلام بعد خطف ابني يا فوز. ولا مات ولا حاجة، ما احنا جايين لك اهو بنفسنا لحد هنا عشان مش عاجبنا اللي حصل وعايزين نصلحه. هاتي من الاخر. انا حابب اجيب من الاخر. المحلات وانت خدتها بيع وشراء الله يبارك لك، انما البضاعة اللي معاك دي تخصني انا وامي، واحنا معانا اللي يخصك ويسوى عندك اكتر من الدنيا واللي فيها. يعني الكلام بيقول ايه؟ نفع واستنفع. ابني يرجع الاول وبعدها نتكلم. قافل ببانك في وشنا ليه؟ ده انا جاية وفي ايدي سر انت داير بقالك سنين نفسك تعرف. سر ايه؟ ابن الحرام اللي سرق خزنة ابوك في الليلة اياها وخرب بيتكم من الاربع اركان. مين اللي سرق الفلوس يا فوز؟ حلو قوي، طالما اتلهفت كده يبقى اشتريت. انا هقول لك مين اللي سرق الفلوس من ابوك، وبكره ههرب لك ابنك من عند الجنتل. بس البضاعه اللي معاك روحها قصاد روح ابنك، يعني سلم واستلم. مين اللي سرق الفلوس يا فوز؟ عدول الله يسامحها بقى. انا اول مره اعرف الحكايه دي من كام يوم، جيت جري عشان اقولهولك. ليلة أبوك ما كان مسافر السويس في الليلة إياها. بسرعة عدولة مفيش وقت. اصبر. فتحت. فكر يا بنت الناس، انت كده بتسوحينا. هو أنا بعد ما شفت الفلوس ولمعت في عينيا في حاجة هتخوفني؟ يحصل اللي يحصل، المهم الفلوس بقت في حضني. افتح حضنك. في حضننا عدولة. يو وانا ايه وانت ايه يا طرزان؟ طب يلا استنى. يلا بسرعة، زمان المعلمين راجعين من السويس. وغدرت عدولة بطرزان وسرقت الفلوس وقسمتها مع شداد واتجوزوا. عرفت بقى مين اللي سرق مالك وبهدل حالك؟ قلبي عندك يا اخويا، أنا عارف إنها صدمة. أنا نفسي اتصدمت. أمي عدولة، يعني إحنا كلنا كنا بناكل مال حرام. حد الله يا عنتر، حد الله ما بيننا وما بينهم من اليوم وطالع. إحنا ناخد بضاعتنا من المعلم ونسيبه بقى منه لعدولة اللي شردته وضيعت مستقبله. فكر بسرعة يا أخويا، ده خالي وأنا عارفه، وبصراحة كده هو هياخد البضاعة وبعد كده يقتل ابنك، إنما أنا هسلمك ابنك في إيدك بعد ما أخد البضاعة ونطلع حبايب. عين العقل يا عنتر، سيب الجدع بقى يرتب الكلمتين في نفوخه وهو هيتصل بيك وحيقولك أنا جاهز. احنا نفضل قاعدين كده وحاطين ايدينا على خدنا وحسن مش وسطينا؟ اسكتي يا فاتن، اسكتي. اللي خطف ابنك خطفنا بنته، بنت الجنت المتخدره بره. يرجع ابنك ياخد بنته. اللي انت حببته ده يا معلم، ده بدل ما تشكرني. اشكرك على ايه يا احمد؟ انت اسكت خالص. وانت هويته على الكلام ده؟ خلينا ندخلها جوه. Thank you.
أيوة يا جنتل، بنتك معايا، ترجع ابن المعلم أرجع لك بنتك، واللي جاي واللي جاي طلق حي. أنا نصحتك وأنت فرحتك.